والعقرب الطويل عند الرقم 12. سوف تكون الساعة يا أصدقائي الواحدة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ نعم. تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 2 والعقرب الطويل عند الرقم 12. سوف تكون الساعة يا أصدقائي الثانية تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 3 والعقرب الطويل عند الرقم 12. سوف تكون الساعة يا أصدقائي الثالثة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ كم تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 4 والعقرب الطويل عند الرقم 12. سوف تكون الساعة يا أصدقائي الرابعة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ رائع بالفعل. كم تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 5 والعقرب الطويل عند الرقم 12؟ سوف تكون الساعة يا أصدقائي الخامسة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ كم تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 6 والعقرب الطويل عند الرقم 12؟ سوف تكون الساعة يا أصدقائي السادسة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ نعم. كم تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 7 والعقرب الطويل عند الرقم 12؟ سوف تكون الساعة يا أصدقائي السابعة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ نعم. كم تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 8 والعقرب الطويل عند الرقم 12؟ سوف تكون الساعة يا أصدقائي الثامنة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ كم تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 9 والعقرب الطويل عند الرقم 12؟ سوف تكون الساعة يا أصدقائي التاسعة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ كم تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 10 والعقرب الطويل عند الرقم 12؟ سوف تكون الساعة يا أصدقائي العاشرة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ نعم. كم تكون الساعة عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 11 والعقرب الطويل عند الرقم 12؟ سوف تكون الساعة يا أصدقائي الحادية عشرة تماما. هل عرفتم يا أصدقائي كم الساعة؟ نعم الحادية عشرة تماما.
عندما يصبح العقرب القصير عند الرقم 12 والعقرب الطويل عند الرقم 12. سوف تكون الساعة يا أصدقائي 12 تماما. هل عرفتم يا أصدقائي؟